كنختم بواحد ما هو اكثر من استعاره تيتسمى في النقد الادبي البديل الموضوعي. غادي نحكي لك حكايتي انا باش ونتمنى المستمع غادي يفهم معنا ولا المشاهد. في الانتخابات التشريعيه اللي طلعت فيها في البرلمان خلال الحمله لاحظت ان بعض العناصر ماشي معايا في الحزب وكانت قريبه مني كثير، ومن بعد تاكدت بانها ارسلتها الاداره حتى توحي بانني انا مرشح الاداره. في وقت معين بدات انشغلت بهم في حملتي الانتخابيه بعيدا عن الموضوع الحمله. فجاءني شخص من حكماء المواطنين لا اعرفه، قال لي لاحظت ان خطابك تغير، بدات تنشغل بالدفاع عن نفسك. هذا خطا من جانبين، انك تنشغل عن الموضوع وهذا تحتفل الاستراتيجية الخصم، والمسألة الثانية هو أنك لا تثق في شعبك، ما انتبهت إليه حتى الناس التي انتبهوا لي. لذلك قال لي أذكرك بما يقول بالحكمة الشعبية، الكلاب أن ينبحوا معك أفضل من أن ينبحوا ضدك. إذا اضطرت إسرائيل أن تنبح معنا فهذا ليس لمصلحتها، بل هو مظهر من مظاهر ضعفها باعتبارها أداة من أدوات التناقضات والصراع داخل أمريكا. والمهم احنا عندنا هو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وحنا تنشوفوا الآن أن فرنسا هي بالأمس قررت باش دير بعمل ثاني كذا. إذا تغير الموقف الفرنسي ويقينا أن الموضوع ديال الصحراء انتهى عمرانيا وسكانيا واقتصاديا في المنطقة، انتهى باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، وسينتهي قريبا بالتحاق فرنسا بألمانيا وإسبانيا، وبالتالي سيخرج الموضوع من الأمم المتحدة أصلا، وستصنف عندئذ بوليزاريو باعتبارها حركة إرهابية وليست حركة تحرر كذا. ولهذا يجب على المغاربة أن لا يشككهم أحد في انتصارهم، هذا انتصار جبار وعظيم جدا، ليس للمغربي فقط بل للجزائري نفسها، لأنه إذا انتصر الانفصال في المغرب راه غادي ينتصر في الجزائر أيضا. وحنا بالنسبة لنا قضية الصحراء قضية وجود، ماشي قضية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو سيادية، لا وجود، لأنه إذا انفصلت الصحراء لا قدر الله والآن فتنا هذا الخطر راه سيتفكك المغرب، ولا تفك المغرب تفكك الجزائر، ولا تفك الجزائر تفكك شمال غرب إفريقيا، لأن شكون اللي وحد غرب وشمال إفريقيا؟ المغرب تاريخيا منذ 1000 سنة، عبد الله بن ياسين واليوسف بن تاشفين والمهدي بن تومرت إلى آخره. ملي تيكون المغرب موحد متماسك تتكون المنطقة كذلك متماسكة وموحدة. فلذلك اسمحيني نزيد واحد النقطة أخرى مهمة جدا في هذا الصدد، إذا الجيش المغربي والأمن الوطني والقوات المساعدة والشعب المغربي في المنطقة وكذا انتصروا، وعلينا أن ننتبه لهذا البعد في المسألة وليس لما اضطررنا أو ما قد نكون قد اضطررنا إليه من بعض التنازلات عابرة وطارئة. أنا أقول أيضا أن هذا انتصار للإنسانية. لماذا؟ لأن مفهوم حق تقرير المصير حتى 1894 والذي أخذ به لينين في الثورة في 1917 ووحد الاتحاد السوفيتي ومشوا مع المسلمين بالخصوص لينين، كان لم يكن يعني الحق في الانفصال، كانت يعني حق الشعوب في الوحدة والانتقال من نظام الامبراطوري الى نظام الدولة الوطنية، وبالتالي الحفاظ لهم على وجودهم ووحدتهم في نمط علاقة اخرى غير العلاقة ديال النظام الامبراطوري. الولايات المتحدة بعد 1894 بدأت تشتغل بمفهوم تقرير المصير في اتجاه الانفصال، والذين يقولون بانه يستهينون بانه نحن في ارضنا، الصين هي دوله عظمى عندها مشكل في تايوان، اندونيسيا دوله ديال اكبر دوله اسلاميه ومشات لها تيمور الشرقيه، السودان راه مشى لها، الصومال راه مقسمه على ثلاثه، يوغوسلافيا تفكات الى ثمانيه. اذا الخطر كان محدق، بالعكس الان خرجنا من خطر
وانتصرت البشريه كلها، لانه سنعود بهذا الانتصار. غادي تستافد منه اسبانيا في قضيه الالزاز، في قضيه كاتالونيا الى اخره، غادي تستافد منه الولايات المتحده لانه الجنوب مهدد بالانفصال، غادي تستافد منه الصين في ارجاع تايوان بدون حروب. واذا خصنا نكبروا النظره ديالنا ونشوفوا بانه راه الحدث يتجاوز الارباح الوطنيه، بل لكي تكتسب منه البشريه كلها، لانه في العالم ما كاينش 200 دوله نهائيا، ما كاينش 200 قوميه، هادشي كله مصطنع من طرف الاستعمار الجديد بعد الحرب العالميه الثانيه. ما بعد هاد اوكرانيا سندخل في مرحله اعاده جميع الشعوب والاعتراف بوحداتها الوطنيه والقوميه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.